السلام عليكم. يقترب الإصلاح نحو ثلث قرن من دخوله العمل السياسي العلني كامتداد للحركة الإصلاحية اليمنية التي تشكل امتدادا للإرث الإصلاحي اليمني من نشوان بن سعيد الحميري للشوكاني وابن الأمير الصنعاني إلى الزبيري والمخلافي، وهذا ما يقوله مؤسس الإصلاح ومناصرهم، بينما يرى آخرون أن الإصلاح امتداد لتيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية يخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي على الرغم من ممارسة السياسية الجيدة للحزب ودخوله السلطة بانتخابات وخروجه منها بانتخابات أيضا، إلا أن الخلل الفكري لا يزال واضحا في خطاب الإصلاح غير الرسمي وفي مسلكه السياسي خصوصا على صعيد السلطة. بحسب متابعين يظل الإصلاح حزبا سياسيا كبيرا ويبقى الأوسع حضورا على المستوى الوطني حتى اللحظة وصاحب دور وموقع محوري في ميزان القوى ومسار الأحداث الوطنية وإدارته. حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي يعيشها الإصلاح ليست بالهينة، وقد تنال بصورة فعلية من قدرة هذا الحزب ومكانته ودوره الوطني، وهذا لن يكون في صالحه ولا في صالح القوى السياسية بشكل عام، وقد تترك أثارا سلبية بالغة على مستقبل الحياة السياسية برمتها. في ذكرى تأسيس الإصلاح تبدو المهمة الأساسية كما جاء في خطاب الذكرى استعادة الخط الجامع للقوى الوطنية في اللحظة اليمنية الراهنة، وبالذات فيما يتعلق بإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والنظام الجمهوري مع الحفاظ على الطابع السياسي للصراع في اليمن وتفادي الوقوع في مزلقات الصراع ما قبل وطني. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يطرح سؤالا: الإصلاح إلى أين في ذكرى تأسيسه؟ نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ونعود إليكم. 27 خطوة للتجمع اليمني للإصلاح في ميدان العمل السياسي. يحتفل الحزب وأعضاؤه بذكرى تأسيسه في العام 90 عقب الوحدة اليمنية التي مثلت منطلقاً لممارسة العمل الحزبي والتعددية السياسية في البلاد. يشكل الإصلاح أحد أهم الأحزاب في الساحة الوطنية، وكان شريكاً أساسياً في التحولات السياسية منها تأسيس اللقاء المشترك وثورة الشباب السلمية 2011. إلا أن الإصلاح كحزب سياسي لا يخلو مساره من الجدل منذ تأسيسه، ناهيك عن بعض مواقفه في الحرب الأولى على الجنوب إلى جانب قوات نظام المخلوع صالح. عقب ثورات الربيع العربي أصبح الإصلاح محط الأنظار المحلية والإقليمية، وبات عليه أن يبدي مرونة أكثر في مواجهة التغيرات القاسية التي هددت وجوده والوطن برمته. في ذكراه 27 تتحدث قيادته العليا عن مراجعة شاملة تجري داخل هيئات الإصلاح ومؤسساته بهدف تقييم المسار وتلافي القصور ومعالجة السلبيات وتجويد الفعل السياسي، وهو مطلب بات هاجسا ملحا لدى شباب الحزب. فالإصلاح يواجه محاولات مستمرة لشيطنته وتجريده من حقه السياسي، وهو أمر دفع بالكثير من المتابعين والمهتمين بالحزب من داخله وخارجه إلى توجيه خطاب نقدي جاد من أجل تقييم تجربته السياسية وتحريره من الأثقال. يقول البعض إن من واجب الإصلاح معرفة صورته لدى الرأي العام ولدى القوى الدولية والإقليمية، ناهيك عن مطالبات بالتحرر من هيمنة الأجنحة القبلية والدينية التي تقف في وجه التيار المدني الذي يسعى للتغيير البناء داخل الحزب. لكن ما لا يخفى على أحد هو موقف الإصلاح من معركة استعادة الجمهورية، إذ تقف كوادره في طليعة القوى المساندة للشرعية والكفاح المسلح في مواجهة الانقلاب جنبا إلى جنب مع كافة القوى الوطنية. ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا: هل يستجيب الإصلاح لنداء التغيير وتشبيب قياداته وإعادة صياغة العلاقة بين مكوناته؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ أحمد المكرمي رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بتعز عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير لكم ولمشاهديكم. أهلا بك معنا أستاذ أحمد في هذه الحلقة، وهذه يعني تمر الذكرى 27 على تأسيس حزب الإصلاح. لو بدأنا بحديث إجمالي، ما الذي تعني هذه الذكرى بالنسبة للحزب الآن؟ أولا نهني الشعب اليمني عامة بقدوم ذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر، ونستلفت أنظار الحكومة إلى أن تكون هديتها في هذا العيد إلى أن تطلق مرتبات الموظفين في تعز وفي غيرها من المحافظات، وهي أجمل هدية تقدمها لأبناء تعز وغيرها. ذكرى هذه تعني للتجمع اليمني للإصلاح
التأكيد على المسار السياسي والحضور أيضا السياسي في ظل هذه الهيمنة أو محاولة التغول الحوثي والمخلوع، وبالذات فيما يتطرق إليه الحوثيون اليوم من مسمى ما يطلق عليه الولاية، وهو أمر يستهدف النظام الجمهوري ويستهدف الثورة. هذه مسألة ينبغي أن لا تغيب عن أي حزب من الأحزاب، والإصلاح وهو يقف عند هذه المحطة ويذكر بهذه المعاني، فإنه كذلك يذكر أن هذه المحطة التي وصل إليها وهي 27 عاما لابد، كما ذكر الأستاذ محمد اليدومي، أن هناك وقفة لابد من المراجعة فيها، ولابد أيضا من أن ينطلق الإصلاح يمما شطره نحو المستقبل القادم، وكيف يكون له حضور وتجدد وتجديد في مساره وفي معطياته وفي تحالفاته أيضا التي تنحاز إلى الشعب اليمني وإلى القوى السياسية الحية. نعم، يعني هذه الوقفة أستاذ أحمد، والتي ربما ذكرت في خطاب رئيس الحزب، يعني هل يعني عادة نحن نعلم أن الأحزاب في كل ذكرى تأسيس تقوم بعمل مراجعات وتقييم، يعني هل الأمر ساري بالنسبة إليكم سنويا؟ هل تقومون بعمل هذه المراجعة سنويا؟ الحقيقة التي لا ينبغي أن نجادل أو نماري فيها هو أن التجربة السياسية في ظل الأجواء التي كانت سائدة في اليمن، وهو ليس من منطقة التبرير ولكن من منطقة الانسجام والتعاطي مع واقع كان يسود العمل، كانت تجري تقييمات وبكل تأكيد، وتجري أيضا مع بعض المراجعات، لكن المستجدات التي يشهدها اليمن اليوم والمتغيرات التي تجري في الداخل وفي الإقليم وفي على المستوى الدولي، هذه مسائل تفرض على كل الأحزاب بما قدمتها في اليمن الإصلاح أنه لا بد أن تكون له مراجعات أكثر عمقا وأوسع أفقا، لأن الوقوف عند حالة معينة أو عند محطة لا يتم فيها التجدد اللازم، فإن ذلك يعني أن هناك نوع من القصور قد يصيب هذا التنظيم أو ذاك، وهذه مسألة لابد من أن يتجدد فيها الإصلاح ويجدد مع هذه المتغيرات والمعطيات التي تتجدد على مستوى المنطقة بشكل عام. نعم، إذن يعني الإصلاح أستاذ أحمد يعني حزب كبير ولكن حوله جدل أكبر ربما، كيف تنظرون أنتم في قيادة الحزب لكل هذا الجدل الدائر فيه؟ ربما أيضا أبرز هذا الجدل يعني هو ما ذكرته من يعني مراجعات، ربما يعني هناك من يرى أنها لا تحدث عمليا على أرض الواقع. لا، نحن كإصلاح خطونا خطوات تغييرية، نحن لم نأتي يوما لنلوي عنق الحقيقة ولا عنق الواقع الذي نعيشه ولا الظرف والبيئة والمحيط والتقاليد القائمة والعادات، وهذه هناك واقع لا بد أن نسايره ليس استسلاما لهذا الواقع، ولكن نسايره بما لا نكسر الأمر كسرا ولكن بخطوات لا نقفز عليها. هناك قضايا ينبغي أن نردمها أو فجوات ينبغي أن نتجاوزها، ولكن هناك أيضا قضايا لابد من مراعاتها. الإصلاح خطى خطوات وغير أمور، وهو في كل مرة يحدث نوعا من التغيير في لوائحه في قضاياه التنظيمية، وبالتالي هذه ولكن نحن وصلنا اليوم كما وصلت أحزاب أخرى وكما وصلت بلدان أيضا وبالذات بلدنا إلى ما إلى الظرف الذي تعيشه اليمن، أن هناك ظروف تتطلب مثل ما ذكرت سابقا من إعمال تغيير يتناسب مع هذه المستجدات وهذه المتغيرات. ما هي أبرز هذه التغييرات أستاذ أحمد؟ هذه التغييرات التي سبقت، نحن نتحدث عن تغييرات قادمة، لكن هناك تغييرات سابقة، أن المرأة في فترة من الفترات
كان حضورها محدودا، كان نشاطها يعني محدودا، كان السمح لها في قضايا معينة أو في أنظمة الحزب محدودة، لكن هناك أصبحت في كثير من الدوائر أو لها مكتبها ودائرتها الخاصة التي لم تعد مرتبطة ب يعني هناك إتاحة فرصة للمرأة أن تشارك أكثر، هذا فيما مضى. وهنالك لا شك اليوم أن تكون هناك الحضور أوسع وأكبر، باعتبار أن كثير من القضايا التي كانت تحول أو تعيق بحكم موروث تقليدي أو بعيد يعني محكوم إلى قضايا أو إلى تقاليد مجتمعية وليست إلى حتى نصوص شرعية كانت تهيمن مثل هذه الأمور، لكن هنالك وعي في صف الإصلاح سيتجاوز هذه المسألة وقد تجاوز منها الكثير، وأصبحت المرأة اليوم في كل ميادين الجبهات النضالية في هذا الظرف اللي نعيشه عاملا وعنصرا فاعلا في مستوى مجالات وأنحاء الحياة. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ أحمد، سأعود إليك في هذه النقطة خصوصا يعني مسألة دور المرأة، ولكن بعد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد أيمن نبيل الكاتب والباحث من ألمانيا. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ آسيا، أهلا بك. أهلا بك. بداية أستاذ أيمن، لو قرأنا الإصلاح كتجربة ومسار من خارج الإطار السياسي للإصلاح، كيف تقرأه أنت؟ والله الحزب طبعا هذا امر معقد، تقييم تجربه حزب ضخم وكبير فيه كثير من التعقيدات. على فكره التجمع اليمني للاصلاح يعد من اكثر الهيئات السياسيه اليمنيه تعقيدا لاسباب كثيره طبعا، وبالتالي لا استطيع هنا ان اوجز في عيوماً معينه الطابع العام للحزب، ولكن اذا سالتيني عن اشياء محدده استطيع الاجابه بصوره اوضح. نعم، اذا لو سالتك اين نجح الاصلاح واين اخفق؟ على حسب نحن نعرف النجاح والفشل فين، وهذه مسألة نسبية طبعا، كل قوة سياسية وكل فرد حتى يعين يعني النجاح والفشل له معاني خاصة أحيانا ونسبية، ولكن من وجهة نظري أنا كمتابع وكمواطن يمني أتابع الشأن العام ولي رؤى يعني أعتقد أنها تحديثية للدولة والمجتمع وتنشد القيم الكبيرة، القيم الأخلاقية الكبرى يعني الحرية والعدالة وكذا. الإصلاح طبعا خطأ خطوات جيدة في تاريخه، ولكن أيضا كانت فيه كبوات كبرى ولا يزال يعاني منها حتى الآن، وتفجرت هذه الأزمة أكثر مع ثورة 2011. وبصورة عامة الإصلاح كان في كل خطوة ضخمة يقوم بها نحو أشياء جيدة نحو أهداف كبرى كانت دائما هناك جوانب سلبية. يعني على سبيل المثال بعيدا عن شيطانة الإصلاح طبعا وأشياء من هذا القبيل، مشاركته مثلا في الثورة، لا أحد ينكر الدور الضخم الذي لعبه الإصلاح كما لعبته بقية القوى السياسية في الثورة، ولكن كان له أيضا دور أكبر من الناحية المادية يعني، وانخراط قواعده كذلك في الاحتجاج والفعل الاحتجاجي والثوري. ولكن مع ذلك الجانب الآخر كان من هذا محاولة السيطرة على الساحات وتسيير القرار السياسي وتسيير الطاقة الاحتجاجية الموجودة وأشياء أخرى كثيرة. بعد ذلك عندما شكلوا حكومة الوفاق كان أمر جيد طبعا، كل الأحزاب يفترض أن تصل للسلطة، هذا هدفها الرئيسي يعني أن تصل للسلطة وتمارس العملية السياسية وتنفذ برنامجا. مشاركته أيضا في العملية الديمقراطية بعد سنة 90 كان أيضا أمرا جيدا، ولكن في مقابل هذا كانت هذه المشاركة مشاركة انتهازية، لم يتم استبطان فكرة الديمقراطية ما هي حقوق مواطن ومساواة تامة بين المواطنين، كان هناك دائما تفضيل ديني وأمر عقائدي. يعني في كل خطوة معينة كان دائما هناك فشل ونجاح، ولكن يبدو وهذا أمر لا يخص الإصلاح لوحده، ولكن لأننا موضوع الحلقة هو التجمع اليمني للإصلاح، ولكن يبدو أن الإخفاقات ضخمة جدا. نعم، إذا يعني كمتابع أستاذ أيمن، ما الذي ينبغي على الإصلاح عمله خصوصا في اللحظة الراهنة التي تمر بها البلد لتجنب ربما الوقوع في الأفخاخ التي يعني ربما إن صح القول أنها تنصب له بعناية؟ هذا صحيح، هناك كثير من الأفخاخ تنصب له إقليميا، ولكن هناك أيضا كالعادة حتى الإنسان الفرد أحيانا ينصب الفخاخ نفسه بسلوكه السيء وبعناده. أيضا هذا يصح على كثير من تاريخ القوى السياسية تاريخيا سواء عندنا أو في بلدان أخرى. التجمع اليمني للإصلاح حزب ديني بصبغته الإخوانية،
باستقراء الآن المجتمع، باستقراء التوجه العام للناس في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي، لم تعد الصيغة الإخوانية التي يتبعها الإصلاح بنافعة الآن. هذه الآن تجر عليهم الكوارث. يجب عليهم أن يتجاوزوا هذا. هذا أول أمر يجب عليهم القيام به، بمعنى وهذا أمر كبير وله ممكن حتى نتناقش بعد كده عن الثمن الذي يجب أن يدفع لأجل تغييرات كهذه. نعم. الأمر الآخر أن الإصلاح تعود، يعني مثلا من الأمور أنا ذكرت لك في إجابتي على سؤالك الثاني أعتقد على أمور، والسؤال الأول عن أمور معقدة موجودة في الإصلاح، أهم هذه الأسباب أنه حزب لديه يعني يحتوي طبقات مختلفة، كأنه تركيب جيولوجي، يعني داخلته طبقات من كل مكان، داخلته شيخ القبيلة والقبيلة الذي يضطهد شيخ القبيلة، داخلته الفقير وداخلته التاجر الغني الذي يمتصل للفقير وينهبه. نعم، هل هذا أمر سيء أم جيد يعني أستاذ أيمن؟ الآن عفوا خلينا نكمل الفكرة وبنوصل الآن لهنا. الآن هذا عادة يعني الداعمين للإصلاح وقواعده يفتخرون بهذا، ولكن هذا له دلالة سيئة بالمناسبة. هذا يعني أن هذا الحزب لا يملك برنامجا. من لديه مصلحة الآن في يدخل الحزب الإصلاح؟ التاجر أم الفقير؟ العقيد في الأمن الوطني أم المضطهد والناشط السياسي؟ الشيخ القبيلة أم القبيل المطحون؟ يعني الآن هذا يدل على ماذا؟ يدل أن حزب الإصلاح له خطاب هوياتي، ولكن ليس لديه برنامج سياسي واضح، وهذه مشكلة أيضا يجب عليهم تجاوزها، معنى تخفيف الطابع العقائدي للحزب والنظر ومعاملة والتعامل التعامل مع المشاكل اليومية للناس والبعد الخدماتي. هذا بالمناسبة ما فعلوها الأخوة في تركيا، ما فعلوه أخوة الإصلاح يعني في تركيا في العدالة والتنمية، ومحاولتهم تجاوز مرحلة أربكان وحزب الفضيلة. هذا أيضا من الأمور التي يجب عليهم القيام بها. هذا كله لا يمكن أن يقوم به الجيل الحالي الذي يقود الإصلاح، الجيل الأعلى أقصد القيادة الأولى، الأستاذ اليدومي، الأستاذ الآنسي وغيرهم، هذولا ميؤوس منهم، لا يستطيعون أن يقوموا بهذا لعوامل كثيرة، من عوامل السن والتجربة لا يستطيعون القيام بهذا. ولهذا فالخطوة الرئيسية هي تشبيب الحزب. ولكن السؤال، هل الجناح أو الجناح التحديثي والمتنور والأكثر يعني معاصرة داخل الإصلاح قادر على أن يفرض هذا، يفرض أفكاره؟ هذا هو نعم. يعني موضوع القيادة دعني أناقشك فيه أستاذ أيمن بعد أن أعود، لابقى معي قليلا سأعود إلى الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ربما سمعت الحديث ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أيمن، يعني دعني أناقشك في موضوع يعني ميل حزب الإصلاح إلى موضوع الهويات وعدم انتقاله إلى يعني التعامل مع المشاكل اليومية، الخدمات المجتمعية التي يعني ربما أو تحديد يعني كما تفضل الأستاذ أيمن يعني تحديد برنامج واضح، يعني اندماج الكثير من الطبقات داخل الحزب هو مدعاة فخر بالنسبة لكثير من أعضائه، ولكن هو في الحقيقة ربما يشكل مشكلة يعني كما صنفها الأستاذ أيمن، ما رأيك؟ حقيقة أنا لم أسمع للأسف كثير مما قاله، لكن مما لخصته وقلته الإصلاح ربما أو يقدم في مساره خدمات وهو موجود في قطاعات مختلفة، سواء القطاعات الاجتماعية أو في الأمور التعليمية، وكذلك هو موجود في الشأن السياسي. الإصلاح حزب ربما شارك في السلطة في بعض الأحيان، لكنه لم يكن حاكما متفردا كما أتيحت له لغيره من هذه القضايا، بحيث أنه ينفذ برنامجا يستطيع من خلاله أن يعرض قدراته واستراتيجياته وأهدافه وآفاقه التنموية وغيرها بهذا الشكل. المسألة يعني هناك جانب اجتماعي فيه مبرد في تصوري، وهنالك أيضا في جانب تعليمية وربما حتى في جوانب فنية وأدبية، هذه مسائل موجودة. ربما أداؤه الإعلامي في إبراز مثل هذه القضايا فيه نوع من التواضع، بحيث أنه لا يستطيع أن يسوق أو يقدم هذه القضايا، ومع ذلك يبقى هناك نوع
أو شيء من التقصير بحكم التجربة وبحكم الإمكانات أو القضايا التي يمكنها أن يكون له هامش أكبر في هذا الميدان. يعني أيضا نقطة أستاذ أحمد، يعني نقطة أن يعني هو تحدث عن إقليميا علاقة الحزب، يعني الإقليم لم يعد يتقبل الصبغة الإخوانية لدى كثير من الأحزاب، فهو قال عليهم التخفف من هذه الصبغة العقائدية أو الإخوانية والتوجه نحو البرامج السياسية. هل استطاع حزب الإصلاح في الفترة الأخيرة تجاوز ذلك؟ عندما نتحدث بإنصاف شيء، وعندما تكون هناك توصيفات لها أهدافها لها أغراضها، هذا شيء آخر. الإصلاح منذ نشأته أن يكون منفتحا ومتعاملا ومتفاعلا مع تجارب مختلفة، هذا أمر أظن في إطار المتاح. لكن منذ أن نشأت الإصلاح كان يواجه أنه محكوم بجانب قبلي، لا أدري إن كان الجانب القبلي أو الجناح القبلي متهم بالأيديولوجية، لكن عندما يراد من الإصلاح أن يحط من شأنه من جهة، يتهم بأنه جانب قبلي، وأحيانا بأنه جانب عسكري، وأحيانا بأنه جانب أيضا أيديولوجي أو إخواني. هذه تهم وهذه توصيفات تخدم أهدافا آنية وذاتية. الإصلاح قدم نفسه حزبا مدنيا أخذ يتطور شيئا فشيئا حتى صار برأيك أستاذ أحمد، لما سيهاجم بكل هذه الأمور التي ذكرتها إن لم تكن يعني جانبا فيه؟ يعني أحيانا يظهر كجانب قبلي فعلا، وأحيانا يظهر كجانب إخواني، وأحيانا يظهر كجانب عسكري، لم يعني ليس حزبا واضحا اتجاهه. مثلا في مسألة أنه يهاجم إخوانيا، يعني الأمر واضح تماما أستاذ أحمد في أن الإقليم لم يعد يتقبل حزب الإصلاح، لأنه يتهم أو يعني يصنف أنه ينطوي تحت يعني جناح الإخوان. ما الذي فعله الحزب؟ أصدر بيان بأن نشكر الجهة الفلانية وهي يعني لا تمثل، وهناك من يريد أن يوقع بيننا، رغم أن الأمر واضح، يعني واضح العداء لحزب الإصلاح ولقياداته ومهاجمته، وما يحدث في تعز ربما أنت أدرى به من محاربة لفصائل كثيرة في المقاومة لأنها تنطوي تحت حزب الإصلاح. نتفق مع هؤلاء إما أن نكون حزبا قبليا وسندافع على أساس أننا لسنا قبليون، وأما أو أننا بشأن عسكريين وسندافع عن هذا الموضوع. أنا أقول هذا الموضوع أنها يعني هناك كثير من المصطلحات تظل تردد حتى تأتي مصطلحات أخرى. الإصلاح أعلن أنه منفتح على مختلف التجارب التي في مستوى الوطن العربي، ولكن أن خطواته وأفعاله في الميدان تثبت أنه حزب سياسي مدني يأخذ طريقه إلى التمدن بالشكل الكامل، وهو قد أخذ هذا الموضوع. مسألة أن هناك تفاهم أو أن هناك موقف من ما يسمونه الإسلام السياسي كمصطلح ليس من نتائج البيئة العربية ولا حتى الإسلامية، هذه مسألة تهمة أنا أقولها وأكرر أن وعلى يقين أنها تهمة. ولكن الإصلاح ربما لأنه حزب كبير كان لابد أن يكون هنالك منافسون وأن يستقروا هذه التهم أو تلك. والإصلاح منفتح، دخل في كثير من التحالفات في الداخل، دخل في كثير من الانتخابات، دخل السلطة من خلال السلم الانتخابي الذي فيه ما فيه من الديمقراطية المشوهة، وخرج منها عن طريق الباب الديمقراطي، ولم يحدث أنه حرك شخصا أو فردا من أجل أن يفرض هيمنة معينة أو أن يفرض أجندة معينة أو أن يفرض نتيجة معينة. وبالتالي فإن هذه القضايا هذه الواضحة تدحض مثل كثير من هذه التهم. نعم، إذا أنقل حديثك هذا. أما مسألة أنه إخواني وأنه إسلامي، نحن منطلقون من
بيئة إسلامية، لا نقول فيها أننا حزب إسلامي باعتبار أن ليس هنالك أقليات غير إسلامية في اليمن، وبالتالي هذه مسألة نحن لم نعد نستسيغها أيضا. نعم طبعا. أستاذ أيمن، استمعت لحديث الأستاذ أحمد، يعني تحدث كثيرا عن أن حزب الإصلاح وحزب سياسي مدني منفتح على الكثير من التجارب في المستوى العربي، لديه التحالفات في الداخل، دخل السلطة بانتخابات وخرج منها كذلك بانتخابات، مسألة الإسلام السياسي أو ما يتهمون به بأنهم حزب إسلامي أمر قال يعني لا لم يعد مستساغ، بحيث أن هناك لا توجد أقلية حتى تمثل هي التيار الآخر، ما رأيك؟ هناك الكثير طبعا ما طرحه ضيفك الكريم ويحتاج كثير من النقاش. أولا نبدأ بالمصطلحات، عندما يقول شخص أن شيئا ما هيئة سياسية ما أو دولة شيء مدني، فهذا يندرج تحت عدة أشياء. مدني معناته أنه ما يبقيش مثلا رئيس هيئته العليا كان عقيد في الأمن الوطني ومتهم على الأقل اتهامات، أنا الآن لا أثبت شيئا، متهم بانتهاكات حقوق إنسان، لا يكون رئيس الهيئة العليا له السابق شيخا قبليا يعد أحد أركان النظام القمعي. هذا أمرين مهمين الآن. طيب الأمر الثالث أنه إذا لم يكن قبليا هو يقول يا إما قبلي، ليش يعني ضروري ما تبقي الأمور دائما كده مقسمة؟ لا، التجمع اليمني للإصلاح كما أسلفنا تجربة معقدة وبناء كبير وداخلته مصالح. الآن النظر دائما إلى الأحزاب باعتبارها كيانات نقية عبارة عن توجه وانتهى الموضوع، هذا ليس صحيحا، خاصة في العالم الثالث. في العالم الثالث الأحزاب تمثل مصالح، تمثل ثروة، تمثل وجهة اجتماعية، تمثل أشياء كثيرة الأحزاب، وبالتالي يصح أن يبقى مثلا فيه قائد. هل أنا يعني الآن بننكر أنه كان الأول رئيس هيئة عليا له والذي أسسه فعليا، أسس التشكيل الحزبي يعني وليس الجماعة، الجماعة موجودة على الأقل من الستينيات من أيام الراحل محمد عبد المخلافي وأيضا عبد المجيد الزنداني وآخرين، ياسين القباطي أيضا وآخرين. على كل حال فالتجمع لمن إصلاح ظاهرة اجتماعية وهيئة سياسية ضخمة تحتوي كل شيء، تحتوي طبقات من المصالح والامتيازات، وهذا أمر لا يستطيع أن ينكره أحد إلا الذي يريد أن ينكر فقط لأجل الإنكار وفي موقف دفاعي. الموقف الدفاعي أنه يقول واحد أنه ده مجرد تهم، وهذا يعني الإنسان دائما المفترض أنه يأخذ الأمور في حدودها. الشيطنة الإصلاح وهذا لها منطق آخر وليس منطقي، منطقي المنطقة الشيطنة منطق آخر ومختلف. الأمر الآخر بخصوص الصبغة الإخوانية، علينا الآن أيضا أن أعرف ماذا أعني بالإخوانية. الإخوانية باختصار هي أن تخلط العمل الدعوي بالسياسي، هذا الآن باختصار هذه البنية وبنية البنية الداخلية التي تشبه الخلايا، وهذا على العموم بناء كان مشهورا وموجودا في الأربعينيات عند كل الأحزاب، يعني في العالم العربي أقصد، مشهور في الأربعينيات والثلاثينيات بنية الخلايا هذه، وكان موجودا ولكن الآن لم يعد له حاجة، لم يعد حاجة لهذا البناء الصلب والذي فيه عمليات، يعني الأمر ليس مفتوحا كده للجميع ولا النقاشات فيه يعني محررة بالكامل، يعني المسألة معقدة شوية. مسألة أنه حزب إسلامي له صبغة إسلامية، يعني أنه ما يوجد أقليات، لا، المسألة مش فقط أنه ما يوجد أقليات عشان كذا ما ينفعش نصدق على أنه إسلامي. حزب إسلامي بمعنى أنه ينظر للدولة كدولة إسلامية يجب أن تقام فيها الشريعة، المصدر الأساسي للقوانين الشريعة الإسلامية. لا يحتاج المرء لكي يعارض هذا أن يكون لديه أقليات، المسألة مش في الأقليات. ولكن القانون اليمني هو هكذا أستاذ أيمن، يعني ما الذي يأتي به الإصلاح؟ يعني إذا كان هو الدولة اليمنية مبنية أو قائمة على أن مصدرها الرئيسي هو التشريع الإسلامي، هذا صحيح، ولكن من فعل هذا أصلا؟ يعني على سبيل المثال بعد سنة 90 حصل نقاش كبير حول هذه المسألة، ولكن حزب الإصلاح بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني أنذاك في مظاهرات شهيرة أعتقد كانت في مايو سنة 91 بعد الوحدة بسنة، وقاموا واستغلوا هذا استغلالا ضخما، وهذا على فكرة أحد الدلالات أنه الحزب لم يتقدم كثيرا. لماذا؟ لأنه بعد ذلك بعد كذا ب 25 سنة تقريبا أو ب 23 سنة يعني أيام مؤتمر الحوار الوطني برضو بقوا مصرين على مسألة الشريعة الإسلامية. طيب أن هذا هو الآن موجود لا يعني أنه شيء جيد، وأن القوانين هذا الآن يعني باب من أبواب انتهاكات لحقوق الناس. ما دام انا مواطن، اذا تحكمنا بقوانين ينتجها الشعب. معنى السياده سياده الشعب ان هناك قوانين تنتج عبر العمليه الانتخابيه عبر التاصيل القانوني الوضعي. الشريعه الاسلاميه موجوده، هناك احزاب كثيره بالمناسبه المطلوب من الاصلاح ليس ان يزيل صبغته الاسلاميه،
إذا فهم هذا فهذا خطأ، وهذا عمود دكتاتورية وعلمانية فجأة. المسألة مش هنا، المسألة أنه يأخذ الإسلام كبعد حضاري، كبعد قيمي، كبعد حتى مقصدي. وعموما الفقه الإسلامي فيها الكثير من هذا، أنا لا أحتاج الآن أن أشرح هذا، هناك آخرين يستطيعون شرح هذه النقطة أفضل مني بتوسع أكبر. هكذا حزب العدالة والتنمية مثلا في تركيا، هكذا الأصالة والمعاصرة في المغرب، هكذا حركة النهضة في تونس. يعني لماذا اليمن ستبقى شيء استثنائي يعني؟ ولكن هذا أحد الأدلة أنه الحزب الإصلاح، لا التجمع اليمني الإصلاح، لم يتقدم كثيرا في هذا الجانب، ولا يزال يعني يعاند. وعموما أنا كنت أقصد في الإقليم ليس فقط النظرة الإقليمية للإخوان أنهم إخوانيين، أقصد أنا التوجهات الاجتماعية، المجتمع نفسه الآن الذي ينظر للمجتمع وكيف ينظر للإصلاح. هناك طبعا عوامل شيطانة كثيرة دخلت فيها، مخابرات، أنظمة، دخل فيها إعلام، دخل فيها أشياء كثيرة، ولكن لها أصل. هناك موجة كراهية حقيقية على الآن أي نقد ذاتي يقال أن يبحث الأخوة في الإصلاح السبب وراء هذا بعد عزل عوامل الافتعال مثل توجهات النظام السياسي، البروباغندا الموجودة إقليميا. هناك بعد حقيقي يجب عليهم عادة أن يعني ينتبهوا له. أمر أخير بعد إذنك لو طولت، الأمر الأخير أنه عشان أي واحد يدرس حزب الإصلاح يجب عليه أن يدرك أنه حزب له تاريخ. نزع الإصلاح من تاريخه أمر سيء، يقود يا إما إلى الشيطنة أو يقود إلى التقديس، وأنه يعني كيان يكاد يكون شبه كامل لولا فقط التقصير والقصور الإنساني، وهذا ليس صحيحا. حتى تجمع اليمن الإصلاح دائما يقال ولد مع الديمقراطية. تجمع اليمن الإصلاح الجماعة الإسلامية الإخوان في اليمن موجودين من الستينيات، وكان عندهم على الأقل شخص يميل لهم شخصية بوزن الزبير. فيعني علينا أن نأخذ الأمور بتعقيداتها وبتاريخها، نزع الأمور من سياقها الاجتماعي والتاريخي يقود إلى مشاكل في الفهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أيمن نبيل الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. واسمح لي أن أنقل هذه الأفكار التي طرحتها للأستاذ أحمد المقرمي. أستاذ أحمد، لا أدري ربما لا تسمع كثيرا لحديث الأستاذ أيمن، دعني أناقشك بعض النقاط التي طرحها. مثلا موضوع الإخوانية أستاذ أحمد، يعني هو عرفها بأنها دمج أو خلط العمل الدعوي بالعمل السياسي، وهذا ما يحدث في حزب الإصلاح، سواء يعني قال أنه إخوانيا أو لم يقل. يعني هناك مسألة الفصل بين الدعوة الدعوي والسياسي، هذا النداء ربما أصبح يعني مطلب شعبي مرفوع لكثير من يعني ثورة الشباب. يعني ما أهميته برأيك، وهل يعني يمكن أن يحدث ذلك؟ أعتقد أن الموضوع في هذا ليست المسألة مسألة عناد. أنا الآن في هذه الحقيقة سمعت أنه أكثر من المرة الماضية، لأنه كان الصوت أكثر وضوحا. ومسألة الخلط بين الجانب الدعوي والجانب السياسي أيضا هذه قضية لن يكون الموضوع المسؤول البرلماني أو النائب البرلماني أو بالضرورة أن يكون خطيبا أو أن يكون، مسألة أن خلق الإنسان وسلوك الإنسان وأن يكون له إيجابياته وفعل الإيجابي في هذا المجال أو ذاك، ليس بالضرورة أن نطلق عليه أنه يخلط بين الجانب السياسي والدعوي. هناك ممكن أن تفرز بكل بساطة، كما هناك في تجارب في المغرب أو غيره في بلد في المملكة المغربية، أن هناك تيار إسلامي أو توجه فصل بين الجانب الدعوي الذي تخصص وتمحض لهذه المسألة وأن هناك آخرين. هذه مسألة يعني هامش واسع يمكن الأخذ به ويمكن الأخذ بكثير من جوانبه. مسألة ليست في تصوري معيب أن يكون الإنسان إيجابيا في تدينه وأن يقوم بدور إيجابي، لا نقول دورا دعويا وإنما نقول دورا إيجابيا. وهل الدعوة مصادمة لمسألة التمدن؟ وهل موضوع أن الإنسان ينشر فكر وترويض النفس وتهذيب السلوك ومثلا يعني المسألة ليست، اسمح لي استاذ احمد، يعني ربما كان يعني اود ان اسالك بوضوح اكثر. يعني لا نقصد طبعا بطبيعه الحال ان يكون مثلا كما تفضلت اخلاق المرء او سلوكه او يعني التزامه الديني وهو مثلا نائب، هذا امر يعني شخصي لا احد يستطيع ان يفرض على احد كيف يكون. ولكن الفكره ان هناك فعلا دمج بين العمل الدعوي والسياسي، الدوائر الاصلاح في كل مكان تنتهج دورا دعويا ايضا. يعني هناك الكثير من الحلقات التي
تقام بجانب يعني الكثير من الأمور السياسية، هل يمكن فصل هذا الأمر؟ الأمانة العامة في لجانها هناك لجنة اسمها لجنة أو دائرة التوجيه والإرشاد، مثل ما هناك لجان في أحزاب أخرى بهذا المعنى، ولكن هناك الدائرة للنقابات أو الشباب أو السياسة أو غيرها. أين الخلط في هذه المسألة؟ يعني المسألة هناك تخصصات وهناك مهام لكل دائرة من الدوائر، وهذا أمر أنا أظن أن الإصلاح قطع فيه شوطا جيدا وقابل لأنه يزداد أيضا تطورا بحسب تطور المجتمع والوعي السياسي والتنظيمي والعمل. يعني مثلا أعتقد أنها مخصصة في دائرة من الدوائر عندنا في الإصلاح، ولكن الجانب الاجتماعي ينزل في 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 أنشطته الميدانية بسلوكه الاجتماعي وبمساره وعمله ونشاطه الاجتماعي، وكذلك الجانب السياسي ينزل يتحدث عن الجانب السياسي ويتحدث في مع الشباب وغيره في والعمال وغيره في أطر سياسية وليس في أطر حلقات مسجدية أو دعوية كما قد يظن في كل مكان. هذه مسألة سنكون لو سلكنا هذا المسلك سنجد أنفسنا نكرر بعضنا في كل الدوائر. هذه قضية حتى لا تليق بحزب أنه ينحصر في كل دوائره في الأمان العام أقصد وفي أنشطته في مجال معين. السياسي يشتغل دعوة والنقاب يشتغل دعوة، وهذه مسألة أظن حتى ستضر بأي حزب من الأحزاب. نعم، إذن أستاذ أحمد يعني ننتقل إلى محور آخر ربما، يعني هل نستطيع أن نفهم من خطاب سيد اليدومي بمناسبة التأسيس أن ثمة استجابة ربما لنداء الكثير من التغيير وخصوصا تشبيب قياداته؟ طيب، عندما أنا سمعت أيضا اسمحي لي أنه الحزب أو الإصلاح كان له شيخ قبلي هو الرئيس، وكان أنا أعتقد أن مما تميز به أي حزب هو أن تكون كل فئات المجتمع موجودة في هذا الحزب. نحن لسنا حزبا مناطقيا ولا قهويا ولا مذهبيا، وبالتالي فينا القبيلي وفينا المدني وفينا المهندس وفينا العامل وفي هذه مسألة أنا أظن أنها نقطة قوة وليست ضعف، وأنها ميزة وليست نقيصة. المسألة الثانية أن من لا يتطور فسوف يتجاوزه الزمن، وبالتالي فإنما أشار إليه الأستاذ محمد اليدوي في خطابه أنه بكل وضوح أن هنالك تغييرات وأن هناك تجديد وأن هنالك تجدد، وهذا التجديد لن يكون في مسألة الهيكلة فحسب، ولكن سيكون تجديدا يليق بالمستقبل الذي ينبغي أن يملأه وأن يكون فيه حاضرا بقوة التجمع اليمني للإصلاح. فإذا ما توقف دون أن يحدث هذه التغييرات أو هذا التجدد والتجديد فمعنى ذلك أنه يحكم على نفسه بأن يقف على الأقل في مكانه الذي هو فيه الآن، وهذا يعني أن غيره سيتجاوزه. والمسألة مسألة التنافس في إطار برامج سياسية، ومن تعثر أو تأخر فسوف يتأخر ويتخلف وسوف ينبذه الناس، وأنا أظن أننا نريد أن ينبذنا الناس إن لم نتجدد ونجدد. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. النور والعافية. اهلا بك معنا استاذ نبيل. بدايه يعني الاصلاح بين جيلين، جيل شاب وجيل متقدم، في ذكرى تاسيسه برايك اي الخيارين سيتفوق؟ الحقيقه في البدايه دعيني اهني اخوتي الاصلاحيين بهذه المناسبه، اتمنى من الله ان يعيد عليهم يعني هذه الذكرى الطيبه مستقبلا. وفي ذات الوقت يعني أشكر يعني كل الإصلاحيين الذي أعطوا جهودهم في صناعة هذه البلد في تحقيق خصوصا الشباب، الكتلة الصلبة التي ساهمت في دعم الحراك الشعبي في إسقاط الطاغية صالح قديما، والكتلة الصعبة الآن أو الصلبة التي كانت صعبة على أصحاب النفوذ في أنهم يحدثون هذا التغيير في البلد. هذا اولا. من ناحيه اخرى انا هنالك فعلا يظهر ان هنالك صراع بين جيلين داخل الاصلاح،
حقيقة لا يمكن هنا أن نهني مثلا الإصلاح ونقول أنه جيد على المستوى الشعبي، إلا ونقول يجب أن يتحرك قدما ناحية تغيير القيادات، خصوصا القيادات العتيقة. أنا أحب أن أسمي الأشياء باسمها. هنالك مستوى أول من القيادات، خصوصا جيل اليدومي الآنسي، مجموعة أيضا شيخان، يعني هذه الأسماء قد بليت تحتاج إلى تغيير، وليس لشيء، ولكن لأن حتى على المستوى الشخصي المقدرة القيادية غير مناسبة وغير مؤهلة جدا في هذا. لا يمكن أن تعتمد على تاريخك فقط في المنافسة وفي الصراع السياسي. لذلك أنا أعتقد بأنه المشكلة العميقة لدى الإصلاح في أنها لم يستطع حتى اللحظة التجاوب مع هذه التغييرات والتجاوب مع الشباب وحركتهم. واحدة من أهم النقاط التي يعني ساهمت فيما أوصلت البلاد إليه هي عدم معرفة كيفية قيادة الحزب في هذه الأوقات المهمة. نعم. للأسف الحزب بدلا أن يستطيع أن يأخذ البلد ويدفعها ناحية الأمان السياسي، ويستطيع أن يطمن الإقليم ويطمن الدول والعالم، ويستطيع أن يتنافس أيضا بمعرفة ومقدرة، دخل في دهاليز المماهاة السياسية وعدم توجيه اللون. حاول الحزب قدر المستطاع أن يغير لونه، أن يحاول أن يتماهى مع الوضع السياسي بطريقة للأسف أقولها بصدق نفاقية، غير قادرة على وضع قيم ومبادئ الحزب بطريقة حقيقة وصحيحة. يعني حتى اللحظة أن نريد أن نعرف هل هو حزب، يعني هل أنا أتحدث الآن وأنا أحد شباب الإصلاح، هل نحن يعني حزب سياسي أم نحن مجموعة دعوية ومكاننا الجامع ومكانها، ما هي القيم التي نتعامل فيها مع الناس؟ هل القيم الإسلامية الدينية البحتة أم هي القيم السياسية المتقلبة والمصالح السياسية التي تتعامل بها الأحزاب السياسية؟ للأسف يعني هذه التساؤلات الأهم يجب أن تدار وتقرأ ويستطيع أن يتحدث. هل فهمت أستاذ المرحلة؟ نعم، هل فهمت من خطاب اليدومي أن هناك فعلا نية جادة لهذا التغيير واستجابة لمطالب الكثير من شباب الإصلاح؟ أنا متأسف يعني لهذه وأقولها على الهواء مباشرة، أنا لا أصدق اليدومي كأحد شباب الإصلاح. لو كان اليدومي صادق فعلا في أنه يريد أن يفعل شيء، فنحن فنسمع داخليا كشباب الإصلاح أن هنالك تغييرات حقيقية. ما يجرى الآن هو تسليم، مرحلة تسليم واستلام. هنالك الآن مرحلة هو يجب أن يفهم الجميع أنهم تجاوزوا، هؤلاء القادة تجاوزوا سن 70 و75 ويصلوا إلى 80 سنة. كيف يستطيع أن يتجاوب؟ هل تعرفي أنك إذا وصلت إلى أحد هذا القادة تحاولي أن تشرحي موضوع تحتاج إلى ساعة أو ساعتين حتى يفهموا ويدركوا الأبعاد؟ أول ما يجرى ما يحصل الآن لأي كبير السن أنه يفقد الإحساس بالزمان ويفقد الإحساس بالمكان. هذه هي مشكلة. يعني أنت لو تركت هؤلاء القادة في أي مكان في العالم لن يستطيعوا أن يتحركوا، لأنهم غير قادرين على فهم وإدراك الوقائع في ذلك الوقت. لذلك أنا أستغرب حتى اللحظة كيف يعني نرمي جميع يعني أيدينا أو نصدق هذا. أنا لا أصدق مطلقا. أنا ما أحتاجه وأراه كإصلاحي أنه يجب أن نقف جميعا، وأن يجب أن يوصلني أنا كأحد شباب الإصلاح يوصلني أنه نحن في هذا الطريق ونحن سنقوم بعملية التغيير. ما يجرى الآن للأسف هنالك مجموعات محاباة صنعت، صنعها للأسف اليدومي. حتى لحظة لا نعرف هل نحن مجموعة قبلية، هل نحن الآن مجموعة قتالية، هل نحن مجموعة سياسية، هل نحن بالأصل مجموعة يعني دينية؟ حتى اللحظة نحن نعيش في خواء كبير جدا. حتى نعم. أنا لا أفهم كيف يمكن، نعم لا أفهم حتى اللحظة كيف يمكن لي أنا كشباب أن أشارك في العملية السياسية. نحن الآن لدينا المقاومة حق، ما يقوم فيه الإصلاحيين على الأرض هم يقاوموا الآن هذا النفوذ من كل الأطراف ويحاولوا قدر المستطاع الدفع نحو العملية السياسية. لكن غدا هؤلاء الأطراف أين سيذهبوا؟ كيف سيقوم عملية إدماجهم حقيقة في العملية السياسية؟ الشباب الآن تترك الجامعات وهو عمود، يعني خلينا نقول أنه هو سند وعمود
الإصلاح هو الطلاب والعمل الجامعي، يتركوه الآن يلتحقوا في أماكن محددة في المقاومة، ونحن للأسف حتى اللحظة لا نفهم إلى أين يتجهوا. هل هذه الحرب المكشوفة التي فتحنا فيها كل أبوابنا وكل أوراقنا وعطيناها للنفوذ، وظلت حتى القيادة حتى اللحظة الآن في الرياض محتجز عليها، لا تستطيع أن تتحرك أو تنطق؟ نعم. لا يمكن، حتى هنالك أوراق جدا معقدة يجب أن ينظر إليها، ويجب أن يقوم بعملية جديدة في التحرك. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل بيضان. وصلت الفكرة. نبيل بيضان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. أنقل هذه التساؤلات سريعا للأستاذ أحمد المقرمي في دقيقة. أستاذ أحمد، كيف ترد على شاب إصلاحي يتساءل هل نحن جهة دعوية أم سياسية أم قتالية، أم من نحن بالضبط؟ جيل اليدومي وصحبته جيل يعني تجاوز 70 وهو لم يبرح مكانه. الكثير من النقاط وضعها نبيل، كيف ترد عليها؟ نحن لسنا جيل لشخص معين، هذه مسألة فيها نوع من مع احترامي للشاب النبيل، لكن لسنا بهذه الصورة المتشائمة. نحن حزب موجود على الأرض، حاضر على الأرض، فيه شبابه وفيه شيوخه وفيه رجاله وفيه نساؤه، ومسألة التجدد والتجديد تكررت وقلناها، ومسألة أن نقول أن فلان من الناس لا نصدقه ولا يعني مسألة هذا شأنه، لكن ولهم رصيد نضالي وكفاحي وسياسي وغيره. ومسألة أننا نعني لن نتجدد، هذه سنتجدد. نحن عندما فرضت علينا القتال لم نخرج نحن كإصلاح وحدنا، وإنما خرجت جميع كل القوى السياسية وكل شباب والمستقلون، يدافعوا عن هوية، يدافعوا عن نظام، يدافعوا عن كرامة. لا نعني ذلك أننا عندما أتحول إلى مدافع عن كرامتي وهويتي وديني وعقيدتي ومستقبلي أنني أصبحت عسكريا، ولا يعني ذلك أنني إذا خلدت إلى مسألة إحياء نوع من المنهج أو النهج السديد أو الفضائل أو التهذيب أو أنني تحولت إلى جانب دعوي. أنا كل هذا الأمر يعني ظروفي بيئتي محيطي تتطلب مني كثير من هذه القضايا، لكن لست محصورا في زاوية من الزوايا. أنا لست في المسجد الداعي. نعم. إذن في حلقة صوفية أو غيرها، لا، هذه الصورة التي قدمت ليست صورة الإصلاح وليست صورة شباب الإصلاح، هذه مسألة نظرية ربما تقال. نعم، ربما هذه التساؤلات ما تكرر دائما في كل ذكرى تأسيس أستاذ أحمد. نعم، تساؤلات، وهناك نعم، وليس دفاعا عن أنه تبقى هذا الفرد أو هذا الشخص على نعم. مدى الحياة، لا، هذه قضايا أصبحت نعم هو ربما ركز يعني أن تقول أن لديهم رصيد نضالي، وهو ركز على هذه النقطة، يعني صعب أن يحكم شخص برصيده التاريخي. اسمح لي أن أعتذر منك، انتهى الوقت أستاذ أحمد، وربما تجاوزنا كثيرا. أحمد المقرمي رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. شكرا جزيلا لك، وشكرا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.